لما كنت بتزعل وانت في التيم مثلا ما لعبتش ماتش او قعدت احتياطي ماتش او ماتشين ورا بعض، كان بيبقى انت بتفكر في ايه؟ هل انت بتطلع غلك ده في التمرين ولا كنت بتطلع زعلك ده بايه؟ بس يا كابتن مصطفى، لما انا كنت في السودان وبلعب في التحرير انا كنت تقريبا النجم، كنت هداف. انا ما كنتش بلعب هاف ديفندر. هداف ايه يا مينا؟ انت ما جبتش معانا غير جونين ثلاثة. ايوه، عشان هاف ديفندر. انا كنت بلعب انسايد رايت. عارف يعني ايه انسايد رايت؟ يعني سنتر فورورد. اتلغت دلوقتي. ما لازم تتلغي بعد ما انت قال لك هداف لازم تتلغي. ما فيش حاجه اسمها انسايد رايت، اسمها 5 3 2 2 3 1 الكلام ده. فانا كنت بقى قدام، اول ما الاقي كره واقعه كده تيك التوس وخلاص. ما كانش في عندي في دماغي. لا اصل هنا هتعملها مع مين؟ يعني هتلعب مكان الخطيب؟ بصراحه قال له رجعني، قلت له رجعني مش مشكله، بس خليني العب. بس العب. والله يا كابتن مصطفى انا اخترت المكان ده برغم ان انا ظلمت فيه، ان انا ما استمتعتش بان انا العب في المكان ده، لان كلها كانت واجبات يا دفاعيه يا ان انا امسك الكوره. قال لي تمسك الكوره ما تجريش، تباصيها يمين او شمال. ده هيدكوتي. الكوره اللي رفعتها دي انت جبتها جول دي ولا اتعملها دي؟ قال لي انا قلت لك روح قدام. ده هيدكوتي. ها؟ اي والله العظيم. قلت له ايه انا عامل جول؟ قال لي لا انا قلت لك مين هيرجع؟ قال لك بشي. صفد لا يرجع. مصر لا يرجع. قال لك مش امكانياتك. قال لك لا، قال لك كل دول مش ايوه عشان بيعتمد عليك ديفندر. قال لي لا يرجع ومين هيرجع؟ قال لي انا استناك انت. قال لي لا خلي بالك. طب مصطفى كابتن حسن حمدي انا كنت قدامه. انا عارف كابتن حسن حمدي ده لما انا مشيت قدامه يعني كان بيقول لي انا شايف الملعب مفتوح قدامي مفيش حد بيغطي هنا، فكان ايه يقف ما تتحركش رجعني تعالى ماشي فين ارجع. والله كابتن مصطفى لعبني تكتيكالي. نعم. حركني بصراحه انا بقولها لك اهو لعيب كان خطط كبير. يعني كابتن حسن حمدي ساعدني في ان انا ازاي اتحرك من ورا. هو ده كان فعلا كان الالفه زي ما بيتقال وزير الدفاع. وزير الدفاع حقيقي يعني.